عندما نتحدث عن الاستثمار العالمي فإننا نتحدث عن دبي. فهي رمز الواجهات الترفيهية وناطحات السحاب والفنادق العالمية والمشاريع العقارية الكبيرة. تعالوا لنعرف سوياً أهم المشاريع الاستثمارية التي تشتهر بها دبي. من أهم المشاريع الإماراتية جزر ديرة، وتتنافس عليها العديد من العلامات السياحية العالمية. ستستضيف الجزر مشاريع عملاقة في مجال السياحة، منها ثالث أكبر فندق في دبي، وعدداً من المنتجعات السياحية على الشاطئ. وهي من أهم المشاريع السياحية الجديدة، بها شواطئ ومنتجعات مطلة على البحر، بجانب المجتمعات السكنية ومراكز التسوق والسوق الليلي على الجزيرة والمسرح. فهناك منتجع رويال أتلانتس، استطاع هذا المشروع الوصول إلى العالمية، فمن المتوقع أن يكون من أشهر الوجهات السياحية والترفيهية في جزيرة نخل جميرة. ويضم المنتجع مجموعة من المطاعم لأشهر الطهات حول العالم، بالإضافة إلى مسبح كبير يبلغ طوله 90 مترا، مما يجعله من أهم مشاريع دبي في عام 2022. وهناك مول العالم، ستشهد الفترة القادمة إنشاء وجهة تسوق جديدة تنضم إلى فئة دبي مول ضمن قائمة أكبر وجهات التسوق في العالم، حيث أطلق مشروع مول العالم بدبي ليكون أكبر مركز تسوق فريد من نوعه في العالم وأحد أهم مشاريع الإمارات الجديدة في دبي. خور دبي يعتبر من أهم الأماكن السياحية في دبي، فمع الحصول على لقب أطول برج في العالم سيتهافت السياح من حول العالم لزيارته والصعود إلى منصة المشاهدة التي تعتبر من أهم المرافق فيه. فالهدف الرئيسي هو الحفاظ على لقب أطول برج في العالم، لما حققه برج خليفة من نجاح في استقطاب أعداد مهولة من السياح لزيارته، حيث تترقب السعودية بناء برج يعلو طول برج خليفة، إلا أن برج خور دبي الجديد سيعلو كلاهما. يتم تطوير برج الخور، أطول برج في دبي والعالم، من قبل شركة إعمار العقارية. بدأت عمليات تشييد البرج في أواخر عام 2016، وشهدت المرحلة الأولى من عمليات البناء سلسلة من الإنجازات اشتملت على صب خرسانة الأساسات بنحو 50,000 متر مكعب من الأسمنت، وبوزن 120,000 طن على عمق 20 مترا، لتغطي دعامات البرج التي استخدم فيها 18,000 طن من الفولاذ المسلح بعمق 72 مترا. هايبر لوب دبي أبو ظبي، واحد من أهم مشروعات النقل وتقليل الوقت على الطرقات بين مختلف مدن الإمارات، وهو عبارة عن قطار فائق السرعة يربط بين إمارتي دبي وأبو ظبي، ويعمل القطار حول كبسولات يستقلها الركاب تسير في أنابيب منخفضة الضغط ومفرغة من الهواء، بحيث لا تحتك بجدران الأنبوب، وذلك بفعل حقل مغناطيسي يولده محرك كهربائي، مما يساهم في تخفيف وزن هذه الكبسولات التي تعتمد على محركات كهربائية تولد موجات كهرومغناطيسية تدفعها بسرعة فائقة. وتصل سرعة الهايبرلوب إلى 1.2 كيلومتر بالساعة، مما يعني تقليص الوقت المستغرق للوصول إلى دبي من أبو ظبي إلى 12 دقيقة فقط. وهناك أكبر مبنى ثلاثي الأبعاد بدبي، ويتكون المبنى من طابقين، وتغطي مساحة المبنى الإجمالية 640 مترا مربع، أما ارتفاعه فيصل إلى 9.5 أمتار. يمتاز المبنى بأنظمة عزل فعالة تعمل على عزل المبنى حراريا، وبالتالي التقليل من استهلاك الطاقة. تصميم مبنى ثلاثي الأبعاد هو نقطة تحول في قطاع البناء على المستوى المحلي والإقليمي، واستطاعت بلدية دبي الدخول في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد بناء أكبر مبنى ثلاثي الأبعاد في دبي والعالم.
كما يمكن استكشاف إمارة الشارقة على متن حافلة مكشوفة تتألف من طبقين. يتيح الطبق الثاني فرصة تأمل الإمارة ومشاهدة العديد من المعالم السياحية عند ركوب الحافلة السياحية، بما فيها واجهة المجاز المائية والسوق المركزي وواحة النخيل وجزيرة النور وغيرها من أماكن الجذب السياحي في الشارقة. صمم الباص السياحي بطريقة تسمح له بالتكيف مع مختلف الظروف المناخية في المنطقة، فهو يضم سقفاً مكشوفاً يمكن تغطيته فترة طقس الإمارات الحار، وتتوفر الرحلات على متن الباص يومياً وعلى مدار العام. شاركنا برأيك، أي الأماكن السياحية التي تنوي زيارتها عندما تذهب إلى الإمارات؟